طيب أول شيء نبدأ بالأسئلة. طيب ماشي لعلنا نجيب بسرعة. أحسن الله إليكم وعليكم السلام ونفعنا الله فيما قلتم. يقول السائل: يزعم أحد الدعاة على قنوات الفضائية أن نخل بيسان وهو في عمان لا يثمر الآن. هو أين؟ وأين؟ في عمان. هذا غير صحيح، لأن عين زغر هي أقرب ما تكون إلى بيسان التي هي في أقصى الجنوب من فلسطين الآن، وبعض أهل العلم قالوا بيسان من أرض الأردن، بيسان من أرض الأردن. الحقيقة قديما كان التقسيم كان شرقا وغربا، ولم يكن إيش شمالا وجنوبا، وبالتالي كانت بيسان من الأردن بحيث كانت مناطق الجنوب من فلسطين. لذلك في لما جاء في حديث عمر بن حديث الجذامي الذي قتله الرومان، قالوا قتلوه عند عين عفرة من أرض فلسطين، يعني كانت الطفيلة من أرض فلسطين، ونخل بيسان كانت من أرض الأردن في الجنوب، وبالتالي فهي بيسان موجودة الآن في فلسطين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالكره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لعل حلف الصحابة على أن ابن صائب هو الدجال كان على غلبة ظنهم، ويجوز اليمين مع غلبة الظن، هل هذا الكلام وارد؟ صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من كتاب معتمد يرشد إلى ما تغير من أسماء البلدان وما بقي على ما هو عليه من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف. يقول شيخنا بارك الله فيك: وفيك بارك. ما توجيه حديث رجل القردة أو القردة التي زنت الموجود في البخاري، وما توجيه كل من يشكك؟ ليس الوقت، يعني الوقت أضيق من الكلام في هذا، لكن توجيهنا إلى من يشكك أن يراجع يعني ثباته على المنهج. نعم. هذا إذا كان على المنهج، أما إذا لم يكن على المنهج فالمفترض أنه هكذا. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: السلام عليكم، نحبكم في الله. حبك الذي حفظكم الله شيخنا. هل يقر لكم بمجموع الأدلة وآراء أهل العلم ترتيب الراجح لعلامات الساعة الكبرى؟ نعم، لكن الوقت ليس وقته. نعم. يقول: هل ترون شيخنا أن طلب العلم الشرعي في باب الفتن والملاحم والسؤال عن الأحكام الفقهية في ذلك الزمان كمسألة الصلاة يوم خروج الدجال أصبح أشد وجوبا في زماننا؟ كلما تأخر العهد وقربت الفتن اشتد الوجوب، لأن الفتن تكون أشد خطرا على الإنسان. إذا كان القوم بعيدين عن هذا وسألوا، فكيف عندما يكون الإنسان أقرب، يعني بين لحظة وأخرى قد تبدأ الفتن ولا سيما الملاحم. نعم. صلى الله عليه وسلم. سمعت من بعض المشايخ أن عيسى بن مريم يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ ذكره بعض أهل العلم لكن ما عليه دليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر اليوم بين الشباب من طلبة العلم التنابز بالألقاب، أنت من جماعة فلان وأنت من جماعة فلان. السؤال اللي بعده. يقول: ما هو واجبنا نحو المسجد الأقصى اليوم؟ انتهى السؤال؟ يعني من استطاع أن يفعل شيئا فعله من الخير الذي لا يؤدي إلى مفسدة عظيمة. يبدأ بالدعاء، لأن الدعاء هذا أمر يمكنه لكل إنسان أن يفعله، وما زاد على ذلك بحسبه، من استطاع يفعل. إذا كان ذا سلطان وعنده قدرة وعنده قوة وعنده جيش يمكنه أن يخرج اليهود من بيت المقدس، فإنه حينئذ يجب عليه طالما أن ذلك ممكن. إذا لم يمكن ذلك وأمكن من خلال الاجتماع مع آخرين وجمع الصف وكذا ويمكنه ذلك، فإنه يجب عليه ذلك، وإن لم يفعل فإنه يكون بذلك فاعلا للإثم تاركا لواجبه نحو أمته. فإن لم يمكنه ذلك فإنه يفعل ما يستطيع، وأما بقية الأمة فإنها لا تنتظر أولياء الأمور ماذا يفعلون، بل عليهم بالدعاء وعليهم بما يستطيعون من دعم إخوانهم بكل صور الدعم الذي لا يجلب المفسدة لا على إخوانهم هناك، وهذا الغالب مع الأسف الشديد، كثير من الدعم يفسد ولا يصلح، كثير من الدعم يعني يكون غير محسوب للنتائج وغير كذا.
فيفسد ولا يصلح ويؤدي إلى مفسدة أعظم. ونحن يعني حقيقة ما ندري بين لحظة وأخرى قد تتغير الأمور، فلماذا الاستعجال ب يعني سحق إخواننا في بيت المقدس؟ نعم. السلام عليكم. يقول شيخنا ثبتك الله ودخلك الفردوس الأعلى. السلام الله عليك. نحن وإياك. مقولة من كان شيخه كتابا فخطأه أكثر من صوابه، صحيحة أم ليست كذلك؟ في الجملة يعني من كان علمه من كتابه كان خطأه يغلب صوابه، أو من كان علمه من يتعلم من كتابه، أو من كان علمه كتابه، أو من كان شيخه كتابه، أو من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، يعني كأنها كذا. على كل حال الكلام يعني في الجملة جيد إذا كان لا يتعلم من المشايخ فهو الذي يغلب خطأ وصوابه. أما من كان يتعلم من المشايخ أصول المسائل في الجملة ويقرأ من الكتب بناء على التوجيه فلا، ما هو صحيح. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله ربنا بارك.